المغرب الآن، حيث شهدت العاصمة الرباط والدار البيضاء مسيرات احتجاج، وخرج آلاف المحتجين إلى الشوارع متهمين الحكومة بالفساد وإساءة استخدام السلطة. يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه لليوم السابع على التوالي مسيرات يشارك فيها آلاف الأشخاص في مدينة الحسيمة الواقعة شمالي المغرب. ومن أبرز المطالب الحالية للمتظاهرين إطلاق سراح الناشط البارز ناصر الزفزافي، الذي كان نظم حركة احتجاج ما زالت تتواصل ضد البطالة والفساد. ينضم الينا من الرباط المحلل السياسي عبد الفتاح الفاتحي. مرحبا بك معنا استاذ عبد الفتاح. يعني لماذا لم تتمكن الحكومه المغربيه من احتواء حركه الاحتجاج في الحسيمه، وانتشرت الحركه الان الى مدن اخرى في المغرب؟ طبعا ان الحكومه المغربيه كان من المفروض ان تتجاوب مع هذه المطالب كما وعدت، واعتقد على ان طلب المحتجين بضمانات خوفا كما يقولون من حاله الالتفاف التي وقعت على تنفيذ عدد من المشاريع السابقه هو الذي طرح اربكا حقيقيا حول كيفيه الضمانات، ولربما هناك اشكاليات ماديه مطروحه على الحكومه، سيما ان رئيس الحكومه سعد الدين العثماني في اخر ما تحدث عنه يوم الامس في المجلس الحكومي بان الحكومه ستتفاعل مع مطالب المحتجين قدر الامكان، مما يعني بان الحكومه قد تكون امام عجز مادي من اجل تنفيذ مشاريع تبدو اليوم انها استثنائيه، ولذلك فالوقت ربما ليس كافيا بالنسبه للحكومه لتدبير موازنه كافيه للتجاوب مع اصلاحات مطلوبه هناك، وهي اصلاحات هيكليه، لكن اعتقد بان المناخ العام للمملكه المغربيه على المستوى الوطني وكذلك في الريف ان الغايه هي الوصول الى تحقيق مطالب اجتماعيه، طالما ان هناك التزام نسبي وكذلك شبه تام بسلميه الحركات الاحتجاجية. نعم، يرى البعض أن البعد الأمني للتعامل مع الأزمة واضحا، خاصة بعد اعتقال قائد الاحتجاجات في الحسيمة ناصر الزفزافي. هل يمكن القول أن الملف يعني في يد الحكومة المغربية وحدها، أم أن السلطات الأمنية أيضا لها دور في تصاعد الاحتجاجات؟ طبعا بكل تأكيد يجب أن يكون هناك تفهم بالنسبة للرسائل المبعوثة من الريف، ولذلك فالوقت يحتاج إلى تهدئة أو إلى هدوء، خاصة في التعاطي مع رموز حركة الاحتجاج والذي يبدو أنهم غير مؤطرين سياسيا في سياقات جد متشعبة، مثلا قد تؤثر على الوضع الأمني الداخلي للمملكة المغربية، ولذلك حيث أن المطالب هي محلية ووطنية فأعتقد على أن استبعاد القضية الأمنية كان خيار جيد بالنسبة للمملكة المغربية، وفوت من تصاعد الاحتجاجات إلى أشكال أكثر عنفا قد تدخل المنطقة في مسارات ومتاهات جد معقدة يصعب التحكم فيها فيما بعد. لذلك يجب من الناحية القضائية أن يكون تعاملا وفق أشكال يعني ديال حماية الحق في الرأي وكذلك ضمان عدالة نزيهة جدا في التعاطي مع المحتجين ومع رموزهم. شكرا لك المحلل السياسي عبد الفتاح الفاتحي، كنت معنا من الرباط. وعبر الهاتف من الحسيمة حيث مركز هذه الاحتجاجات تنضم إلينا نوال بن عيسى الناشطة في حراك الريف. مرحبا بك معنا نوال. بداية حدثينا إلى أين وصلت حركة الاحتجاجات لديكم في الحسيمة حتى الآن؟ مرحبا سيدي. بالنسبة للحركة السلمية هنا في الريف ما زال مستمرين، يعني نحن عازمين على الاستمرار والصمود بسلميتنا كما بدأنا منذ 7 أشهر. نعم. طيب يعني الحكومة قالت أنها ستسعى لتحقيق المطالب بقدر الإمكان، كيف استقبلتم هذا التصريح وكيف تنظرون لتعامل الحكومة وتعامل السلطات الأمنية مع هذه الأزمة؟
الحقيقة أن الحكومة سبق أن حلت 7 وزراء هنا في الريف منذ أيام، وأعطونا وعودا بتنفيذ مطالبنا، وهي عبارة عن حقوق كونية وليست أشياء، حق في الصحة، حق في التعليم، حق في العمل. أعطونا وعودا بأنهم سينفذون كل المطالبنا التي هي عبارة عن حقوق، وتفاجأنا بأنهم اتفاق النشطاء الذين كانوا معنا في الحراك الشعبي، يعني لا نثق بهم. طيب، يعني ما سقف هذه الاحتجاجات نوال؟ إلى أين أنتم مستعدون للذهاب بهذه الاحتجاجات من أجل تحقيق مطالبكم؟ بالنسبة للريف، لعامة الريف، نحن منذ 7 أشهر ونحن في الشوارع نطالب بسلمية بأبسط حقوقنا. والمرأة الريفية التي لعبت دورا مهما بخروجها للشوارع باعتبار الريف أنه مجتمع محافظ، لكنها خرجت مع زوجها مع أولادها مع تطالب بحقوقها، ونحن واعون جدا بأننا سنستمر بصمودنا، سنستمر بسلميتنا إلى حين. ولكن أريد أن أشدد بأن المطلب الآن والفور الآن لدى كل الريفيين والريفيات هو إطلاق سراح جميع المختطفين وتحقيق ملفنا الحقوقي. شكرا لك نوال بن عيسى، الناشطة في حراك الريف، كنت معنا عبر الهاتف من الحسيمة.